اي ماي لا ما عندي سلاح شاي كيفي. طيب احنا نعود الى سيد الفنون خشبة المسرح. نعم. يعني لما اقول سيد الفنون خشبة المسرح شوفوا الاهل اللي طلعت عليه. اي والله. ها رجعتني ايام زمان. ده كان زمان. ده كان زمان. يمكن اخر عمل عملتيه كان مع الفنان الكريم حسين الرضا والفنان خالد عبيد والفنان طارق العلي في مسرحيه سيف العرب، ومجموعه كانت زاخره في ذاك العمل اللي امتعنا بالفعل، جسدت في كذا دور وكان حضور جدا متميز في هذه المسرحيه. اقدام الفنان حيث فهد وطأت اخر مره المسرح في هذا العمل، ليش؟ والله ايش اقول لك، يعني المسرح فعلا لما تذكر المسرح تذكره بحسره. ما بي أهضم حق الآخرين اللي قاعدين يقدمون محاولات محاولات جادة وفعلا من قلبهم، ما أقول الكل، لكن هناك البعض فعلا يحب المسرح ومخلص له وقاعد يحاول أنه ياخذ بيد المسرح لبر الأمان، لكن للأسف اللي قاعد أشوفه لا، في تخبط، في استهانة بالخشبة هذه، في يعني احيانا توصل لعدم الاحترام حتى للحضور، فهذا اللي ضايقك ويخليك فعلا تتألم وتتذكر ايام زمان، ان لان المسرح يعني تقول من خلال عظات رسائل جميله للناس. نعم. مو بس مجرد الضحك او التعليق او اثنين يوقفون 4 ساعات على المسرح، يعني صار اشوف هناك ممثلين من يطلع المسرح من يوقف على الخشبة ما وده ينزل، ما يترك فرصة لغيره، فطبعا هذا اللي يحز بالنفس ان المسرح وصل لهالمرحلة. يعني اول مرة اشوف ممثل يوقف ويكلم الجمهور عادي، يسولف وياهم ويردون عليه ويرد عليهم، ما هذه مرات توصل الغلط، توصل الغلط والكلمات الجارحة، فالمسرح للأسف ما عاد هو المسرح. يعني عزوفك عن الوقوف على خشبة المسرح لهذه الأسباب أم كثيرة؟ عوامل كثيرة، منها عدم وجود النص الجيد. عدم وجود نص جيد انعرض علي أنا، يمكن هناك في نصوص جيدة موجودة لكن اللي انعرض علي أنا ما شفت نفسي فيه. نعم. هناك مسألة العرضين. أنا ما أعترض على العرضين في حالة واحدة، أن إذا كان مثلا لظروف معينة أنه ممكن نعرض عرضين، لكن ما تنوخذ هذه مثلا خلاص حالة مستمرة ويصبح استهلاك. أيوة. يصبح استهلاك. بعدين احنا عودنا الجمهور ان ما يسبتوا احد واثنين، يعني الجمهور صار هي 4 أو 5 أيام، احنا عودناهم، احنا استسهلنا العملية. العرضين يلا اختصار حق المنتج، اختصار حتى للممثل على اساس انه عنده ايام عطلة، لكن يعني ما ادري، ما فيها روح، ما فيها احساس لما تقدم عرضين. تبي حلو؟ لا ما ابي حلو، انا استهلك. ما ابي انت ما صدقت اضعف. انا شفتك من فعلتي، انت تاكل. انا لا تعشى، ما شاء الله عليك، انت جسمك ظاهر هذا. لا اسمي حلو. إيه؟ الحمد لله. انا من الهواء امتن. انا ناطرش بعيد عني شاي من اليوم تصبي لي. انا اسف. تبي قهوه؟ حاضر. طولي عمرك، زيدي لي السكر شويه، عارفين احنا نحب الحلا شويه. طولي عمرك. تسلم ايدك. المنظر مهني بسوزان في بلد فانتج.
ما شاء الله انت ماخذ الدور الاول عشان ما تتعبين بالدراي الظاهر. ها لا مو بس الدور الاول، هو لان ما قدامي عمارات سكنيه ما يصك عليك الهواء شيء. مو بس الهواء يعني، حتى لو الواحد يقعد براحته يعني ما يخاف ان حد يشوفه او يطالعه او كذا، يعني شايف الهو اللي قدامه مثل ما يقولون ما في شيء. على طاري مسلم سعد قولي لي ضعيف متين يعني ما شاء الله. انا اشوف ما شاء الله احسدك والله تحسدينك. ادور انا ادور السمنه وين ما تكون ادورها. لا يا معود ام سوزان تسوين نظام غذائي معين؟ ما شاء الله مسعب سؤال في معاك عن هالشيء قبل ننتقل لهالموقع، قلت لي ان مره من المرات نزلت 20 كيلو الحين هالفتره يعني من سنه تقريبا بديت النظام. ولان في سوق المقاصيص شفت روحي ضاق خلقي صراحه، كنت وايد متينه وبالنسبه لطولي طبعا ما يناسب، فلقيت نفسي مدربحه امشي مدلقمه فمضطره الى بيجي. فبدأت وصادف أني أنا رحت قطر بعد سوق المقاصيص، رحت قطر بعيال الديب، فكان في تعب في إرهاق متواصل، شغل متواصل من 7 الصبح لساعة 2 بالليل، حتى الأكل ما قمنا ناكل. رديت لقيت نفسي شوية ضعيفة فمسكت عليها ودخلت نادي طبعا، والحمد لله يعني 20 كيلو خلص منهم. خلاص من قطعت يوم ورا ظهرك الحمد لله. ما تخافين أن تسمين بعد؟ لا لا محافظة ما بقول لك. المكان ما شاء الله يعني في نوع من الهدوء. سامع الهدوء؟ جدا جميل. ما يلا الحين وقت ما تكلمنا ولا قبل شوي المكان صدق هادي ترى يعني. زين سوزان متى تحتاجين الى قعده في البلكونه؟ لما يطق مطر احب اقعد، لما يكون غيوم لان انا يعني اموت في شيء اسمه غيم. خصوصا لما يكون عز النهار وظلام شوية. أحب الجو الشتوي عام معانا يعني، وأحيانا لما بالليل لما يصير الهدوء مو مثل الهدوء الطيب. لما يصير فعلا هدوء أحيانا أقعد أكتب في البلكونة. تكتبين هنا يعني كتابات دائما تنبع في جو هادي من هالنوع يعني. زين شنو من الكتابات اللي طلعت من خلال هالبلكونة؟ البلكونة أنا بعض حلقات شريف بزة كتبتها. بعض الحلقات احنا ما نبي نتكلم عن شريف بزة الحين لان اللي نعرفه. على فكرة ما خالف يعني باكر انا داعيتكم. احنا باكر ان شاء الله راح نواصل تصوير شريف ان شاء الله. وداعيتكم معاي راح تكونون بضيافتي ان شاء الله في الموقع. الموقع راح يكون بعيد شوية. مدة ساعة الطريق. لا ساعة عليكم علي أنا مو ساعة ترى. ما شاء الله. لا حرام عليك. لا أنا من سكان جريب. من سكان الجهرة. فجريب منكم راح أكون هناك إن شاء الله. راح نكون راح تكونوا معنا بضيافتنا بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. الجو هني جميل جدا والحقيقة الواحد وده أنه يدردش أكثر في هالمكان، لكن إحنا نبي جزء من الكلام يكون في المكان هذاك بإذن الله. وبعدين ما شاء الله عليك يعني من الصبح هذه وقفتك عشان تسوي بريوك تشكو شويتك. ذبحتوني وراي قاعدة الساعة 7 الصبح واليوم قاعدة تتم الطريق مدته ساعة. أما إن شاء الله إحنا راح ننتقل أكيد إلى باكر الموقع إن شاء الله ونتكلم عنه بجود إن شاء الله. المشاهد ملاحظ الجو الحلو اللي إحنا فيه، لا تخاف نقول في نفس هالجو ان شاء الله في الموقع هذا ان شاء الله. ان شاء الله طلعت بر باذن الله. باذن الله عاد الجو حلو هاليوم وين راعيها عاد اقول لك. احنا المراشد ما عنده شغل الحين. انت ما رحتي بيت معزك لا امس ولا اليوم، خاف يزعل. يزعل الذي قاعد يحاتي ابو تشب بكبده ضو مسكين. ليش بالفلفل؟ يا عمري خلصيني. كم واحد اللي ماتوا؟ ترى مالي خلق البس اسود اكثر من اسبوع. راحت الغاليه.
من هاي؟ ما في غيرنا إنا سنبلة الرابعة راحت. من هاي؟ رعيتك بعد عمري راحت يا نزة. وين راحت؟ ما أدري ما أدري. الباب الصركي مالك كتر اليوم وطلعت ويا طلعت وني طلعة. ما يزعل؟ لا ما يزعل. يا داير سوزان المطلع دائما معروف في جو الشتاء دائما الربيع يكون جو جميل جدا. انتوا استغليتوا هالوقت بتصوير مسلسلكم حاطين لوحاتكم شربزه بكفوف، يعني ما حد راح يضيع ويتوه عن هاللوكيشن الجميل اللي طبعا انتوا حاطينه بشكل يناسب المسلسل اللي انتوا تمثلونه في هالمكان. يا ريت تكلمينا عنه سوزان شويه. طبعا بالنسبه للظروف اللي قاعدين احنا نشتغل فيها يعني للاسف انها من أسوأ الظروف. احنا ما توقعنا ان احنا راح نطول كذي بالتصوير وراح تحوشنا الامطار والعواصف بس كذي هاي ظروفنا يعني. فقاعدين نستغل الفرصه بانه بس يوقف المطر نحاول ان احنا نلحق وناخذ مشهد. لاحظكم قبل شويه راكضون امطار تقول ملحوقين. شو نسوي يعني؟ هذا لازم ننتهي من العمل النهاية لازم نخلص يعني خلاص. باين عليك سوزان تعب من شكلك. اي والله. زين سوزان المسلسل اسمه شريف بزة، وين ما تروح تلقاه هالاسم موجود؟ منو هو؟ اولا اللي اختار طبعا عشان ما نضيع وعشان العمال لما يجون يركبون ويبنون وهذا اللي ما يضيعون. الشريب هو حيوان بحري دائما يلتصق، وبزة هي الشخصية اللي عندنا المحور الإنسانة الوصولية. فسميناه. منو يمثل دور بزة؟ أنا. أنا الشريف. أتمنى طبعاً مثل ما شفت أنت عمل كوميدي ولوكيشن أول مرة يطلع بالتلفزيون أو أول مرة يستخدم بأعمالنا المحلية، فأتمنى طبعاً يحوز على رضا المشاهدين وأن نكون قدمنا وجبة خفيفة لهم من خلال هذا المسلسل. أنا لاحظت شو بديت الكلام عن المسلسل إذا أما قلت فكرة المسلسل شنو هي؟ خلي الفكرة خليها هي مثل ما تقول يعني بالمتابعة أحسن بالنسبة. يعني لو فكرة بسيطة ماكو، هي عن شريحة من المجتمع تعيش في هذا المستوى، فطبعا ظروفها تخليها أنها تحاول توصل بأي طريقة حتى وإن كان على حساب الضمير. بس هذا اللي أقدر أقوله يعني. مكتفين إحنا بهالشيء. طيب لاحظت وجود الفنان الكبير خالد عبيد معك أيضا في المسلسل. نعم. خالد عبيد، خالد النفيسي، عبد الإمام عبد الله، علي المفيدي، يعني في مجموعة كبيرة من الفنانين، زهرة، منى، فالحمد لله يعني معانا مجموعة من النجوم. سوزان في هالعمل هذا نقيض كبير العمل اللي قدمتي سابقا في رمضان اللي كان جرح الزمن. نعم. هناك بكي وعوار قلب وهني ضحك، بس الشخصية نوعا ما مثل ما تقولين متسلطة إلى حد ما يعني. لا هي متسلطة على بيئتها بس على حدودها. نعم. إنما برا يعطونا على رأسها. أم سوزان من أنت شارك كذي؟ والمطر. والله المطر تسريحة بروح حصار يعني. مو والله يا أيام الصبح مرتبة شحليلي بس نعفز. والله يا سوزان أنا لما أشوفك من هالشحاطة بمئة فلسة إلين الشعر بعد ملابس أمر من كذي مشققة ومعفسة وطحين وبلاوي. الله يعطيك العافية. شيء أكيد يا سوزان لما تكون سيدة الشاشة الخليجية في عمل ما أكيد يكون متابع المشاهدين. أم سوزان إحنا دائما فيما تعودنا مع ضيوفنا اللي نعمل لهم حلقات أو نكون في ضيافتهم نتكلم في أمور حياتهم، فإحنا ودنا من خلال البرنامج نبارك لك على زواج بنتك في فترة سابقة وقريبة جدا قبل تصويرنا لهذه الحلقة. دائما نأخذ غمار الضيف من خلال حياته وبيته. ما شاء الله سوزان أنت سوزان أكبر واحدة من هو. شوف تو نازل خبر في إحدى المجلات أن أنا احتفلت بزواج بنتي الوحيدة سوزان. سوزان متزوجة أسفل عليها من زمان والحمد لله متوافقة ويا زوجها وبنتها طولها. لا إله إلا الله. فهذه البنت الثانية يعني. وإن شاء الله الباقي يلحقونها بإذن الله. سوزان كم بنت عندك؟ أربع بنات. ما عندك صبيان؟ لا أنا عندي حبيب قلبي عندي خلود يعني. سوزان ما قصرت يا بنتي خلود. حتى الله يخليهم كلهم لك. الله يسلمك. سوزان مشوارك في الحياة دائما العائلة تعطيهم حقهم؟ أكيد أهم ما عندي هو عائلتي، فأنا على اتصال معاهم طول النهار.
يعني مو بس الصبح ولا الظهر ولا كل وقت احصل فرصه، اذا انا مشغوله اتصال، اذا انا فاضيه اروح لهم يوني. تحرصين على زوارتهم؟ نعم، بس لما انشغل انشغل يوني في المكان اللي انا فيه مساكن. يعني يحاولوا يزوروني، اذا ولهوا علي يومين ثلاثه ما شافوني يوني في المكان اللي انا اصور فيه. منو من بناتك تحسين قريب لك دائما ينتقدك في اعمالك، يقول لك هذا العمل زين؟ والله كلهم، بس طبعا يعني الراي الاخير اخذه من سوزان. كونها العوده يعني قريبه منك شكلها، قريبه مني، واخذ رايها لان يعني اصدق واحس ان فعلا رايها صح. ما في شك الكل يتفق على ان مدام حياه الفهد ام سوزان كوميديه من الطراز الاول، وايضا تاثر في نفوسنا من خلال الدراما، وبين هالشيء في اعمالك، هذا ما في اكيد شك. لكن هل الفنانه حياه الفهد فنانة في البيت وفنانة برا البيت، يعني مع بنات الساعات، هل يكون في غمزات، إفيهات، ضحك؟ أكيد. شوف، بالنسبة لعائلتي وأهلي المقربين والصديقات وبعضهم زميلات بالفن، إحنا لنا يوم مخصص اللي هو أنا ما أشتغل فيه بصراحة، اللي هو يوم الجمعة، مخصصته لهم. حلو. واليوم هذا لازم نكون كلنا موجودين. حلو. أجمعهم، أحاول يكون هناك قرب نفس وقرب جسد، وما يصير في بعد بيننا على الأقل يوم بالأسبوع. في نفس اليوم هذا أحاول أوكلهم أسماك على فكرة. إيش معنى؟ الصغار. إيه؟ لأن الصغار يعني أنا ما أشجع الأكلات السريعة هذه. فالصغار دائما تحسهم ما يأكلوا السمش، ما يأكلوا الربيان. فأحاول اليوم اليوم يكون كذي. فيحبون أكلي، يحبون قعدتي، يعني اللي مع اللي ما أكون فيها موجودة ما يتجمعون. أمطرت. أمطرت. خير 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 إن شاء الله. أسفرت أمطرت. عشان كذي طال عمرك دائما جازة مغلق، يوم دقينا على الجمعة اللي فاتت كان جازة مغلق. الجمعة أنا فعلا جمعة ما أشتغل، لأن مخصصته لهم مثل ما تقول، يعني يوم بالأسبوع لازم نجتمع فيه. احنا سعداء جدا عموما ان احنا نكون دائما في ضيافتك. اكيد المشاهد في اسئله كثيره في باله بيعرفها، لكن المطر ما راح يخلي لنا مجال. ها شوف الحين بنوقف لانه مطر، ولان الغداء نحط، والحين الساعه تقريبا 5، فلازم تتغدون معانا. طيب نبي كلمه للجمهور قبل الغداء. اتمنى اقول لهم تفضلوا معانا، راح اكون سعيده فيهم طبعا، واتمنى ان عجبتكم الاعمال اللي قدمتها السنه، واتمنى ان هذا العمل بعد ياخذ حقه منكم ولا تطيح براك. بركات ترى قام عليك براك عشان اخوك صغير. فاتمنى طبعا الشريف بزه ياخذ حقه مثل ما اخذ حقه جرح الزمن. اتمنى كل اعمالي حتى وان كانت سهره صغيره اتمنى انها تعجبكم. حتى الله يخليك. عموما انا ما راح اختم هالمره، راح اخلي ام سوزان هي تختم وياكم هذه الحلقه، بما انها بدت فيها تنتهي فيها. أعزائي المشاهدين، كانت مذيعة. آخذ بس برستيجي كمذيعة. تفضلي طال عمرك. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في ضيافة فنانة. اللي هي أنتي؟ اللي هي أنا. بركات تمن. أعزائي مع بعض مع بعض يلا. أعزائي المشاهدين، شكرا كنا لكم. في ضيافة مدام حياة الفهد الفنانة الكبيرة سيدة الشاشة الخليجية أم سوزان. أهلا وسهلا. وفينا واستمتعنا جدا في هذه الضيافة، كرمها كان واضح في البيت وحتى في هاللوكيشن، خفت نفسها، أنا ما كنت أتوقع هذا الشيء للعلم، هذه أول مرة أقولها قدامها وأقولها للمشاهدين. دائما كنا ماخذين فكرة عن الفنانين الكبار أنهم صعبين التعامل، هم دقيقين وحريصين دائما على شغلهم. دقيقين شغلنا بس مو بالعلاقات يعني. لا وعلى فكرة ترى حرصت، عطتنا وعد، قالت شرط أرد من السفر وأدق عليكم، وبالفعل وفت في وعدها ودقت علينا وصورنا، وهذه حلقة لكم، أتمنى أن تكون تعجبكم في برنامج في ضيافتهم وفي ضيافة سيدة الشاشة الخليجية حياة الفن. شكرا، تسلم، شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، مع السلامة.